بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله نبدأ إن شاء الله. هنعمل مع بعض صينية الرقاق الطري، تعالي نشوف هنعملها إزاي. ده الرقاق اللي عملناه مع بعض، وده العصاج اللي عملناه كمان مع بعض، وإن شاء الله هنعملهم مع بعض صينية واحدة. دلوقتي بجيب الكمية بتاعت الشوربة اللي أنا عايزاها، بحط نصها بالظبط حليب، لأن أنا عايزة طعم الشوربة اللي هو يبقى أكتر. لو أنتي عايزة الحليب طعمه هو اللي باين، يبقى الحليب أكتر من الشوربة. أنا بعمل الحليب أقل شوية من الشوربة عشان يبقى طعم الشوربة هو اللي يعني طاغي على الرقاق بتاعي. وطبعا الشوربة كلها دسم، فانا حاطة الحليب خالي الدسم. همسحها كده بمسحة بسيطة سمن، وهبدأ اخد الحليب بالشوربة وابدأ اشتغل بيه. هفضيهم في حاجة كبيرة علشان انا هنزل بالرقاق جوه الحليب كده والشوربة، وهبدأ اشتغل فيها. هعمل 4 طبقات بس، ونبدأ نحط العصاج ونكمل 4 تاني زي ما انت شايفة كده. حتى لو مقطوعة معاكي هتشتغل، مفيش عندنا حاجة بتترمي ان شاء الله. هنحط المقطوعة كده في النص وهنكمل بواحدة تاني سليمة. هحط بالطريقة دي حسب ما انتي حابة 4، انا بحب 4 ورقات كده وبس وخلاص، لان بتبقى مظبوطة وحلوة، ما بتبقاش عالية قوي ولا رخمة، انما كده بتبقى طعمة يعني. وبين الطبقة والطبقة مسحة سمن بسيطة. طبعا ده اقل حاجة نقدر نعملها، سمن ودسم، وانا ولا اي حاجة حطها غير بس الشوربة والحليب خالي الدسم. وحطيت حليب علشان اخفف شوية من الدسم اللي في الشوربة، يعني ما يبقاش كله دسم. هنزل بالعصاج اللي انا عاملاه صحي معاكم قبل كده برضو بدون اي دهون، وهحطه لك في صندوق الوصفة في البطاقات البيضاء اللي بتظهر فوق. هنزل كده بكمية العصاج اللي انا عايزاه، وهفرد كده عشان كله يبقى متساوي. تمام، هنساوي الكمية بعيد عن الأطراف علشان ما يطلعش منها الحشو، ونظبطها كده كمية مظبوطة. هنساويها طبقة حلوة، وهبدأ تاني اللي عملته في الأول هعيده تاني. هحط رقات برضو هحطها في الشوربة، وبسيط السمن كده بسيط خالص. التوريقة بالسمن عشان تورق، احنا حاطين في الشوربة، هي الشوربة دسمة فمش لازم نحط سمن ياما يعني كده. هو هتاخد برضو 4 طبقات، وبرضو مسح السمن بسيطة وسطيهم وخلاص. برضو هناكل حاجة حلوة في العيد، وكمان مش هنحرم نفسنا من الحاجات اللي واخدين وخلاص يعني اتعودنا على طعمها. يعني هنقلل بس نسبة الحتة اللي هناخدها، مش لازم ناكل نص الصينية. هنظبط كده الأحرف بس نسويها يعني. وبرضو همسح وش الصينية بالسمن. هنتظر عليها شوية، هتبدأ تشرب من الشراب اللي خدته بتاع الشوربة والحليب، وهقطعها بعيد عن الأطراف زي ما انت شايفة كده، وبرضو همسح وشها بالسمن. هي بقت طرية خالص دلوقتي. وهدوس على الأطراف كده علشان ما تدخل الفرن ما تطلعش لفوق كده ويبان الحشو من جوه. وانتظر عليها حوالي ربع ساعة قبل ما ندخلها الفرن، بحيث تشرب كل الشراب اللي هي خدته. وندخلها الفرن، طبعا هديها مسحة سمن بسيطة على الوش. واحنا كمان مش هناكل منها كتير، فهتبقى كل واحد هياخد حتة على نفسه وخلاص.
فانتي مش هن... يعني الحاجة لازم تاخد يعني عيارها بالظبط، بس كمان تبقى مظبوطة. هدخلها الفرن كده وتطلع من الفرن اوريها لك. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. الصينية من بره مقرمشة ومن جوه طرية جدا زي ما انت شايفة، ومورقة كده زي ما انت شايفة اهي. صينية معتبرة، الريحة بتاعتها قلب البيت قلب. صينية جميلة جدا، وعملت منها كمان على نفس الطريقة، بس كل واحدة بوحدتها، بحيث اللي حابب ياخد الواحدة لوحالها، واللي هي حابب ياخد من الصينية ياخد. اهي قطعت منها حتة، بصي مورقة وحلوة ازاي، برضو دسمها قليل وطعمة وحلوة جدا، يعني في نفس الوقت هي الدسم قليل بس حلوة جدا. ودي شكل صينية الرقاق الطري الجميلة البسيطة الصحية ان شاء الله، ما فيهاش كمية سمن كتير زي ما احنا متعودين. ودي شكلها بعد ما طلعت منها حتة، وهي الصينية بتبقى ناشفة من بره بس من جوه طرية جدا زي الجلاش بالظبط، زي صينية الجلاش بالرقاق، يعني زي رقاق الجلاش بالظبط، خفيفة ومورقة زي ما انت شايفة. وطعمة كمان بسيطة ودهونها قليلة جدا عن المعتاد، وده اللي احنا عايزين نعمله ان شاء الله على طول، نبسط ونقلل الدهون في اكلنا. ودي الوحدات اللي احنا عملناها، الوحدة بوحدتها، بس حشيت كل وحدة لوحدها وحطيت معاها جبنة موتزاريلا عشان تمسكها. هي نفس الحشوة بس الوحدة بوحدتها، كل فطيرة لوحدها. عملنا مع بعض النهاردة الرقاق الطري بطريقتين، بطريقة في الصينية، وعملنا كل واحدة لوحدها، وعطيتك أفكارها النهاردة بإذن الله. إن شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبك إن شاء الله، وإن عجبك الفيديو اشتركي وفعلي الجرس وانضم لعيلتنا الصغيرة عشان نكبر بيكي. وكل عام وانتو بخير، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. كانت معاكي قناتنا نانا وسمسمة، أشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.